جوال يونس إذا رجعت الثورة رجعنا بالزمن لورا لوقت الثورة ترجع بنفس الكاركتر على الشارع أو بتعيد النظر بتجربتك كمراسلة بوقت الثورة؟ أكيد ما بعيد تجربتي كمراسلة لا أوكي؟ أنا ما سألت هيك كمراسلة أنا كيف كنت؟ إذا كنت كمراسلة إيه؟ إيه ما عم أقلها كيف كنت اذا كمراسله ايه ما عم لك كيف كنت بالثوره يمكن بنتبه اكثر على انفعالي م. اوكي أه... انا كنت عم بسال اسئله يعني اعتبرت في فريق كان هو عم يتعرض كثير لهجوم وهلا هني اكيد قالوا الثوار المنتفضين انه كلهم يعني كلهم بس انه كان في توجه اكثر لاجهة لا جهه معينه لا جهه معينه وكان دائما انه الاو تي في لها حصه هلا انا يمكن لانه انا سالت او سالت بطريقه يمكن هي استفزتهم انه ليش هيدا الشخص دون غيره وكنت عم بسال كل الاسئله بس صار اللي صار بالنسبه لإلي واذا بترجع الثوره اكيد لا ما برجع مثل ما كنت عم غطي بنتبه اكثر لانفعالي أو وكل واحد بيعمل بالاخر م. مراجعه نقديه ذاتيه يعني أ... يعني انت برايك زيتية. اخطات لا لا ما انا هي انا انا عارفه شو بدك توصلني انه اقول اني اخطات مش اخطات لا ما انا ما عم وصلك. ما انا عم, أنا عم لك. بسالك حسب مجرى حديثك انا عم اوضح لك. لك انا مش اخطات انا بوقتها كنت معتبره انه عن في حدا متهاجم وعم بيكون له الحصة الأكبر يمكن ما عم يقول يمكن ما غلط يمكن غلط بس عم يتحمل أكثر مما هو بيستاهل أو مما هو يخي أخطأ بمكان ما فأنا كنت هيك على الأرض ما كنت عم بعمل شو أوف لأنه في كتير من زملاء اعتبروا أنه أنا عم بعمل شو أوف أنا هيك كنت كتير عفوية الغلط أنه ما ضبطت انفعالي اوكي هيدا غلط ما اخطات بطريقه انه انا غطيت الثوره انه انا نزلت سالت كل الاسئله ما اخطات بس بعمل مراجعه لواحد كل انسان ليك اللي ما بيعتبر انه هو بمكان ما رالف انه انا اصبت هون اخطات هون ما بيكون انسان ناجح بالحياه يعني واحد كل ما تقلب فشخه او او تتفركش بتكون خطوه لقدام ما بتكون انه لا يلا خلص وهيك فانا برجع بنتبه عملت مراجعه اكيد ذاتيه ونقديه آه يمكن ما كان لازم القصص لما تطلع على الهواء كان لازم انا اوقف الهواء ما يخلي هالقصص تطلع بهي الطريقه م. بس آه هيدا اللي بغيره يعني طريقه بفتره الثوره وبكل مصداقيه وصراحه بفتره معينه انبسطتي بالضجه اللي عملتيها يعني كنت تنبسطي شوي ليك ابدا بدي لك ولا شي مرة اول مره ولا مره لحظة مش حسيت حالك عم تتميزي يعني انت اخذتي شهره من ورا هالموضوع بس أنا أكبر. بس انا بتعرف شو اكره هالشي لما بيجوا بيقولوا لي انه انت انشهرتي من ورا الثوره انا ب... انا بالمهنه وانا بفتكر بالمحطه يعني حدا آه، قدر يعطي بس ما قبل الثورة غير ما بعد الثورة حت... بس السورة. ما قبل أنا كنت عم بحكي بشغلي كمقابلات ما قبل الثورة أنا عم بحكي ك... كشغل على الأرض بمقرات بمعلومات هلا مش أنه الثورة يمكن علمت عند العالم لأنه أنا تغطيتي كانت اللي كانت هي يعني على الأرض أه لا في مطارح انت هلا يمكن بتتفاجئ اذا انا بقول لك بمطرح ما لما زاد كثير الضغط وصرت بموقع انه يمكن عم اقول يمكن انا هون حريصه على كل كلمه عن جد اليوم بدي اقولها يمكن انه انا اللي عملته يمكن ما كان يعجب فريق معين حتى اوكي يعني يمكن في فريق يمكن ولا اكيد ما كان يعرف يمكن خليني بليز ما انا عم بقول يمكن في فريق قال انه يمكن ما راح ليه ما كان لازم تروح هالقد اوكي وفي يمكن فريق تاني بقول لا يمكن معها حق بكل الاحوال في مطرح وصلت فيه انه لما بتوصل انت عم تعمل شيء انه عم بتدافع على حدا ما اعتبره عن جد عم يتعرض لهجوم كبير بالوقت اللي انت عم تتهاجى من امي لاخواتي وامي الدق واخواتي رح, رح امشي يعني هول نقطه وصلت لمرحله انه بليز بالاخر اخر كل مره يزيد الضغط علي اه بصير انه انا انه خلص شو عم تعملي؟ في مرحله انا بكيت فيها، هيدا ما ما لا ضحكت ولا انبسطت، انا في في نهار بفتكر صاحبتي بتعرف هذا الشيء كثير منيح انه خلص انا ما بقى قادره اتحمل هيك يعني بكل صراحة وقلت إنه آه بدي وقف يعني ما بدي بضل هيك انزل وضل العالم يحكوا بجوال مم. ويسمعوا بجوال وعملت هيك وبالوقت يلي يعني حتى ايام رالف كنت عم بنزل يعني كان بس يشوفوني خلص يعني اوتوماتيك ما حتى اذا بسأل ما يردوا لهيد الدرجه كانوا يرفضوا يطلعوا ما ما انت موجوده صح مشان هيك عم حتى يجربوا شما. يبعدوك بس انا بدي اسالك سؤال انت كنت تستفزي او تستفز لا تستفزي. يعني ليك ما لا هلا انا بي بشغلي مش مستفزة انتبه مش للثوار بس انه بفكروا لا لا انا نازله بس استفز العالم المنتفضين يلي انا منهم يلي انا حدا يعني بالاخر انا هلا مش هلا تنضميري للثوره هل... بوقتها ما كنتي منهم لحظه انا مني منضمي للثوره وأنا أي. انا انا واقفة مواقفي وابدا مني منضمي للثوره بالوقت تقول لك ليش تقول لك ليه لانه انا شفت انه من هيدي الثوره اليوم ما فرجتني من اول نهار شفتي شو من أول نهار بالثورة شفت, شفت إنه هي على فريق واحد من دون غيره يعني ما كانت واضحة الغريق. أول شيء ما كانت هيك أول كم يوم اليوم... اول كم يوم ما كانت هيك ما, ما هي بتبلش اول ما كم يوم كانت بدك كل... آه. تشوف انت بس ب... انا ما كنت عم غطي باول اول الثوره على فكره <applause> بس لكفي لك فكرتي وما تقطشني كنت عم اقول انه آه... شو كان عن جد شو كان سؤالك؟ ولا اذا انت مستفزه آه... إيه. آه... آه... بشغله يعني انت بتعرف حتى بالضيوف انه انا بجرب بكون آه... يا خي سميها مش هيك سياسيه سي... سي... لحتى انت بدك تستفز الضيف لتطلع منه شيء اوكي مثل ما كنت عم حاول ما تطلع لي لا يعني لا عمير. انا لا لك شغله انت ما أنا انت ما كنت عم تنزلي تعملي حلقه وتكوني محامي شي بالشارع بس انا بالشارع. كنت عم أسئلة. انت كنت عم تسالي اسئله مش عم تساليهم شو نازلين تعملوا عم تساليهم ليه صرت عم تحاوريهم حوار لا. للناس لا لما لا لحظه لحظه ما انا هون بليز يا ريت بس بتتوضح النقطه انا كنت تحت الهواء عم يجوا دائما كنت بعد ما عندي لايف ما. انت بتعرف اللايف مش على ذوقي انا صح. يلا افتحوا لايف افتحوا لايف بس ياخذوك بس اوصل يبلشوا هيدا هيك الكذا بلا ما اقول كلمات عيب على الهواء عمل وكذا انا لما يكونوا عم يحكوا الا دام انه طب شو عمل هيدا الطرف شو عمل هيدا طب حقي كمان اسال كل الاسئله اللي, اللي بشوفها انا لازم تنسال م. لما انت بتشوف ضيف او مواطن ضيف سياسي او مواطن عم حطن انا بزيت الشيء اجى سب يا خي سعد الحريري جبران باسيل اللي هني ما بتسالوا يا عمي شو عمل انا حتى بطبعي حتى مع التيار الوطني الحر دائما بسال كل الاسئله ومنهم بيعصبوا مني طب احدى زميلاتك بنفس المؤسسه اللي انت بتشتغلي فيها رفضت تنزل على الشارع لانه اعتبرت الشارع بيستفزها وهي ما بتتحمل هيدا الشيء بيستفزها؟ ايه انت انت نزلت وبقيتي لما تكون صحافي ما فيك تقول هيدا الكلام مع احترامي لراي زميلتي بحترم رايها وبالعكس مم. يعني أه بحترمه حقها هي تعتبر الرأية يعني بالاخر، بس انا برأيي لما انت تكون صحافي ومراسل او مراسله مش بس مذيعه، انه ما فيك تقول انا والله ما بنزل لانه استفز، لا يمكن انا كان عندي جرأه اني انزل بالوقت يلي هالقد تهجمت فيه وما انه كفيت كفيت أه خلاص بالنسبة لإلي الثورة صفحة وقطعتها وتخطيتها وطويتها وكل واحدة واحد بس لازالت هيدي الصفحة عم بتتابعك يعني بحياتك لليوم ما تخطيتيها كيف ما تخطيتها انا بالنسبه لألي خلص سكرت هيدا الصفحه بعده لليوم العالم بحايل شي شيء بيردوكي لنقطة الثوره كيف بتكوني تخطيتيها انا عم تحكيني جوال انا مم. مش العالم انت العالم خلاص نسيتي الموضوع من راسك انا طويتها بالنسبه لي صفحه الثوره وانا وهيدي الضجه وكيف مم. انا تعطيت معها وليش جوال كانت هيك انا بالنسبه لي عملت بيني وبين حالي مراجعه ذاتيه نقديه شفت وين قصور يعني عم, وين عم تعيد أخطأت. النظر بالتصرف اللي اللي عم عملتي <applause> انت بدك تاخذ مني هيدا الجمله لا تعنوين عليا لا انت <applause> فكرتيني <applause> انا, أنا... قلت لك انا عملت مراجعة نقدية وذاتية عم بتعيد النظر بالتصرف اللي عملتيه وعم اقول بالنسبة لإلي خلاص ويمكن إذا أزب... بتعتذري من العالم يلي اليوم كنت بمطرح معين استفزيتيهم اول شيء انا عندي جرئه الاعتذار بس ما عملت شيء لحتى اعتذر يعني أنا ولا لا, لا جاوبيني على السؤال مش عم قلك لك انا كنت عم بطرح الاسئله بناء على اللي هن عم بيقولوه يعني مش انا جيت استفزيت والله نزلت هيك من لا شيء قلت لهم شو عمل ولا معكم رئيس الجمهوريه يعني انت كنت موضوعيه على الطريق ما رح اقول لك هالقد موضوعيه بس ما, ما أنا كنت ما كنت مبينه انه انت لابسه عبايه الطيار وعبايه كنت طيب انت ما كان بيان لونك اورانج على الطريق اول شيء انا ماني لابسه عباءه الطيار خلينا نكون واضحين من هون بوقت الثوره خلينا احكي بس وضحي النقطه انا ما عندي بطاقه أه هلا انا هلا وما عندي عباءه طيار اوكي يعني هلا اسم. رح احكي طيب رح, طيب رح, رح احكي عن هيدا الشيء اوكي انا عم بحكي بوقت الثوره فيك تكوني ما عندك بطاقه بس تنتمي لحزب مش ضروري ما كنت يكون لبس في بطاقه عباءه الطيار انا لما نزلت مش انه والله يلا بدي انزل عباءه الطيار وانزل على الارض يعني اكيد لا انا نزلت ليه ما شفناكي عم بدافعي غير عن مش مزبوط لا 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 ما انا ما دفعت عن عن نبيه بري دفعتي عن السيد ايه 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 حسن لما كنت برجع رجع للارشيف بليز لما كنت م. ساحة الشهداء كانوا عم بيقولوا عن دكتور جعجع او عن بفتكر عن وليد جملاط انا كان سؤالي لهم هن زيت الاسئله يعني يا ريت بس بتشوف بس بس ما المشكله العالم خلص ما فوكسيت الا لما سالت عن يمكن على لأن لانه الفيديوهات اللي انتشروا اكثر شيء رأيك هن تبع الطيار طيب ايه. في كمان بارتي بت... بتتعلق بالمتركاج م. لما خلص متركاج لانه انا سالت على هيدا الشخص بالوقت يعني عن جد كنت عم بسال على الكل بس المشكله انه كنت لما انزل خلص تقوم لقيامي وبلش انه يصير ليش بدك ترجعني على موضوع الثوره دائما ما انا قلت لك خلص صفحه وطويت انت بس توتيه إنت عم قلك انت توتيه بس العالم ما توتيها انا جاي احكي انا بحترم أنا جاي راي العالم بس العالم قلت هذا الشيء بالمؤكد بحترم راي العالم بس انا عم بالنسبه لإلي آه خلص و... وتعلمت كثير قصص وخلصت عندي امم افعى وحية أه، وكلمات أنا قلت لك أنت تويتها بس أنا ما تويتها مم. وكلمات أنا يمكن مرح أولى على الهوا هي مم. كلمات لا أخلاقية مم. كانوا عم يوصوك فين إن كان مباشرة على الهوى أو حتى على السوشيال ميديا وكان عم يتركب لك صور مم. شو؟ شو شصار. الصفات يلي أخذتيها كيف تلقيتيها؟ طب <applause> هيدا رأيون و... مرة علق عليهم ما بيستاهلوا انه هول العبارات والتوصيف إنه مش العالم بليز العبارات اوكي م. مش العالم ما بدي علق عليهم العبارات اللي استخدمت لا حتى فيك ما تعلقي على هول العالم اللي بيوصفوا لا انا لا لانه رأيهم بس م. انه ما بعرف بتشوفهم انت يعني لائقين هيك اكيد لا ما قلت لك بيستحقوا مرة على عليهم بس هو كلماتهم نقالوا عنك ليش برأيك هيك نقال عنك عم لك يمكن لانه طرحت اسئله آه... حسيتي بوجع العالم جوال بوقت الثوره قبل ما يصير هلا الدولار م. وقبل ما نوجع هالقد بوقتها كنت حاسه بوجع العالم ولا كنت انتفاضه ما بدك كل هالقد ليك بوقتها بصراحة عم بحكيك وعم قلك أول مرة بحكي بوقتها اعتبرت أنه يمكن لو ما صارت هالانتفاضة يمكن نحنا آه... اخرنا شوي الانهيار اكثر واكثر يعني في عالم كانت بتقلك هلا انه لو بنرجع سنه سنتين لورا انه نحن كنا قبلانين مثل ما عايشين بالوقت يلي يعني في طرف تاني بيقول لا الثوره اجت بس لحتى توعي وتسرع هالموضوع اللي نحن دجا واصلين له بوقتها أكيد أنا حسيت وبعرف القيمة ومني بعيدة عن العالم وأنا من هالبشر وأنا من هالمواطنين و... و... وعن جد رالف يعني اللي ما بيعرفني بيجهلني عم بحكي بوقتها إيه عم أقول لك بوقته بي... اللي ما بيعرفني بيجهلني، أنا بوقتها بوقتها اعتبرت إنه آه لو ما إجت بوقتها هالثورة يمكن يمكن ما تسرع الإنهيار، عم أقول لك يمكن م. أنا أطلع غلطانة بهيدا الرأي بس بوقتها هيك كنت مفكرة، اليوم صرنا بمكان آخر، صرنا بمكان دولار 23 22 الف يعني اليوم وصلنا لهون خلاص انه صارت ال بس انا كمان عندي سؤال هون طب ما انت انت مواطن ما بتسال يوم ليش ما في ثورة أو انتفاضة يا خي على سعر الدولار بلا على بعض بلا أنا هي قايلها بكذا حلقة أنه اليوم الواتس أب نزل العالم ب 6 دولار أو 4 دولار ناسي بوقتها شو كانت آه واليوم نحن بدولار 20 ألف هلا اللي بيعلى وبيوتها ما بعرف لبكرة شو بيصير صح آه ما في حدا على الطرقات أكيد هيدا شيء بيفرجي أنه بمطرح معين كان في شيء ممنهج آه آه وهابل بالعربي المشبرح يعني ولكن آه بنفس الوقت اكيد في وجع واكيد أكيد في ناس أكيد. كانت تعبانه واكيد كان في جوع واكيد في ناس عاطله عن العمل وفي ناس عم بتهجر واليوم نسبه الهجره شفنا وين عم